السؤال الذي يسألونه جميع التجار الجدد في موقع إيبي هو: ما هي المنتجات التي سأبيعها في موقع إيبي؟ إذن في هذا الفيديو سأحاول مساعدتكم من خلال معرفة العوامل المهمة لاختيار المنتج الملائم لبيعه في الموقع، وسأطلعكم أيضا على بعض الأمثلة لمنتجات كهذه. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. تذكروا أنه يمكنكم بيع تقريبا أي شيء على موقع إيباي. هنالك 1.2 مليار صفحة مبيعات معلنة في موقع إيباي ومكونة من عدة فئات. فقط في تحت الفئة الإلكترونيات وحدها ستجد أكثر من 80 فئة فرعية. وفي أمريكا يبيعون سياراتهم في موقع إيباي، أعني سيارات فخمة أو حتى بيوتهم. ولكن من وجهة نظري ما يجب بيعه على موقع إيباي هو ليس حول منتج محدد، إنما حول نوع وخصائص المنتج الذي سنبيعه في موقع إيباي. إليكم 5 عوامل أو خصائص مهمة لاختيار منتج لبيعه في موقع إيباي. أولا، سعر المنتج للبيع مفضل أن يتراوح بين 150 دولار ل 300 دولار. من خبرتي بالمجال ومن كثرة المبيعات التي أنتجتها في الإيباي استنتجت أن هذا هو النطاق السعري المثالي. تذكروا أن وقت تجهيز رزمة لمنتج سعرها 5 دولار هو تماما شبيه لمنتج يساوي 1000 دولار، ولكن هوامش الربح بالمنتجات الثمينة دائما ستكون أعلى من منتجات رخيصة الثمن. العامل الثاني هو الوزن. مفضل دائما اختيار منتجات وزنها لا يزيد عن 2 كيلو. كلما كان وزن المنتج أخف سيقل ثمن شحن المنتج، وكلما ثقل وزن المنتج يقل هامش ربحنا. العامل الثالث الأسواق المختصة والنيش التي تسمى بالنيش. أنصحكم عدم محاولة الدخول إلى الأسواق المتخصصة حيث الأسعار تنافسية للغاية. هذه الأسواق مليئة بالمخاطر ويمكن للبائعين ذو الخبرة تنزيل الأسعار إلى الحضيض فقط لإخراجكم من المنافسة. العامل الرابع هو البساطة. اختار المنتجات التي من السهل استخدامها وتجميعها. تتعرض المنتجات المعقدة لعدم رضا المستخدم وتزيد من احتمال طلبات الإرجاع. إذا بعد أن تعرفنا على العوامل المهمة لاختيار المنتج، هيا بنا ننتقل لموقع الإيباي ونرى بعض الأمثلة لهذه المنتجات. لقد جهزت بعض صفحات المبيعات لأمثال لمنتجات للعوامل التي شرحتها لكي أبسط لكم وأساعدكم لإيجاد منتجات كهذه. المنتج الأول أو الفئة المنتجات الأولى التي يمكننا البيع فيها وربح المال منها هي المنتجات التي تسمى بال Personalized Items، أي منتجات حسب الطلب. كما نرى هذا التاجر يبيع هذا الكأس ويمكننا هنا كتابة Your Text or Your Logo. كما نرى يمكننا إضافة العلامة الخاصة بنا أو كتابة أي شيء على هذا الكأس، ويمكننا بيع هذه المنتجات بأسعار جيدة وربح المال منها. فكما نرى Personal Items يمكن ربح المال منها جيدا، وهي منتجات حسب الطلب. كما نرى هنا مثل الكأس أو مثل الملابس أو أي منتج ترونه مناسب أن نصممه خصيصا للزبون. مثال آخر لمنتج يصمم للزبون، سأنتقل للصفحة التالية. كما نرى هنا هذا المنتج، كما نرى هو أيضا مصمم Personals، هذه بارسل. كما نرى أيضا هذا منتج الذي صمم خصيصا للشخص هذا الذي اشتراه، وكما نرى يباع بأسعار جيدة جدا ويمكن ربح المال منها. سأنتقل للصفحة التالية. كما نرى هنا أبل لابتوب باك باك، وهذا المنتج مختص في مستلزمات الحاسوب. ومنتجات التي تخص بفئة مستلزمات الحاسوب، كل المنتجات التي تخص فئات الحاسوب هي منتجات يمكن ربح المال منها جيد جدا ويباع منها الكثير في الإيباي. سأنتقل للصفحة التالية. هنا تركيش كليم راج، كما نرى هذه سجادة تركية أيضا تباع بأسعار جيدة، وهذا المجال هو مربح جدا. صحيح أنه يمكن هذه السجادة هي وزنها ثقيل قليلا، ولكن أسعارها تتراوح بين 350 ل 500 دولار، فيمكننا ربح المال منها حتى لو كان وزنها ثقيل بعض الشيء. سأنتقل لصفحة مبيعات ثانية.
هذا هو شعر مستعار كما نرى، وأيضا يباع بأسعار جيدة. المنتجات التي تخص النساء دائما يكون فيها ربح جيد، فهذا المنتج أيضا مربح جدا. سأنتقل للمنتج التالي. هذا المنتج ملابس للنساء أيضا مربح جدا، خصوصا إذا كان لماركة معروفة عالميا، وهذا منتج مختص باليوغا كما ذكرت من قبل. يمكنكم اختيار منتجات لفئة معينة، لنيش معينة، فهذا الملابس، هذا الملبس فقط للنساء التي تمارس رياضة اليوغا، فأيضا هذا مربح جدا. سأنتقل للمنتج التالي. أدوات العمل كما نرى أيضا هي منتجات مربحة جدا، ويباع منها الكثير في الإيباي. المنتج التالي أيضا مجال الألعاب، هو مجال قوي جدا في الإيباي ويباع منه الكثير. فدائما إذا لديكم، فإذا وجدتم مورد الذي يعمل في مجال الألعاب، يمكنكم بيع ألعاب في الإيباي بأسعار مربحة جدا. فهذه نوع من اللعبة التي تسمى نينتندو، أيضا معروفة جدا. وأيضا هنا يوجد هذا المنتج لشركة ليجو، أيضا يباع منه الكثير كما نرى، السعر باهظ جدا، وأيضا يوجد هنا ربح جيد جدا كما نرى السولد. والمنتج التالي هو الساعات الذكية. الساعات الذكية هو مجال قوي جدا في الإيباي ويباع منه الكثير كما نرى. هذا المنتج هو ليس ماركة معروفة، ليس أبل وليس سامسونج، فأيضا حتى لو كان المنتج ليس ماركة معروفة سيكون سعره أقل من الماركات العالمية، وأيضا يباع بربح جيد. هذه كانت بعض الأمثلة لمنتجات، ويوجد مئات الأمثلة الأخرى لمنتجات مربحة مثلها. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتم في إضافة معلومات مفيدة لكم. ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع في موقع إيباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية البدء البيع في موقع إيباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وكتابة تفاصيلكم، وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.